متابعي الكرام، السلام عليكم. إليكم أبرز عناوين الفيديو: تحليل وتنقيد لاعبي المنتخب المغربي بعد مباراة المغرب وليبيريا لحساب التصفية الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، وليد الركراكي سعيد بما قدمه لاعبوه ويشكر كل من حضر مباراة المغرب وليبيريا بطريقته الخاصة، ياسين بونو يواصل تألقه وتواضعه خارج ميادين المستديرة حيث حقق حلم الطفل كفيف بالتقائه من المغرب المنسي. راتب مدرب المنتخب المغربي للسيدات يثير جدلا واسعا في الشارع المغربي، ويعتقد انه اكبر من راتب وليد الركراكي. جرعة امل جديدة، الركراكي يطوي ملف الدباب البشرية سفيان امرابط، ما ينزل الماني وقف الدولي المغربي انور الغازي بسبب منشور دعم فلسطين، بالفيديو مدرب الجزائر بالماضي ينفعل بطريقة غريبة وكاد يضرب احد لاعبيه بلكمة قوية امام الملأ بسبب فضائح الفيفا. المنتخب الجزائري مهدد بالمنع من المشاركة في كان الكوت ديفوار العام المقبل. والآن إلى التفاصيل، لكن قبل ذلك لا تنسى دعم المقطع باللايك والاشتراك في القناة باش توصل بجديد الأخبار أولا بأول، وتكون ديما مطلع على جديد المنتخب المغربي وجديد الأخبار الرياضية أولا بأول. تمكن المنتخب المغربي من تحقيق نتيجة الفوز على نظيره الليبيري بثلاث أهداف دون رد في مباراة جرت أطواره على أرضية الملعب الكبير لمدينة أكادير لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا العام المقبل. وبالعودة إلى تفاصيل اللقاء، سيطر رفاقاء ياسين بونو على مجريات اللقاء وكانوا أكثر استحواذا على الكرة، فيما اكتفى المنتخب الضيف بالتراجع إلى الخلف مما أدى إلى خلق بعض الفرص المحتشمة من منتخب ليبيريا، وصنع أسود الأطلس مجموعة من الهجمات المتنوعة التي افتقدت غالبيتها للفاعلية والتركيز، في وقت كاد عبد الصمد الزلزولي أن يهز شباك المنتخب الليبيري بتسديدة قوية من خارج مربع العمليات من الجهة اليسرى، صدها حارس ليبيريا بنجاح. وتواصل ضغط كتيبة وليد الركراكي نحو مرمى الخصم بحثا عن تحقيق هدف التقدم، وهو ما تأتق بنهاية الشوط الأول بتواني قليلة بعدما مرر المتألق أشرف حكيمي كرة من الجهة اليمنى لزميله آمين حاري الذي سددها ووضعها في شباك بنجاح. ومع مطلع الشوط الثاني وصل المنتخب المغربي فرض إيقاعه وسيطرته على المباراة ليتمكن من الحصول على ضربة جزاء إثر عرقلة اللاعب يحيى عطية الله داخل مربع العمليات، نفذها أيوب الكعبي بطريقة ولا أروع على طريقة البانيكا. وتوصلت السيطرة المغربية خلال باقي الدقائق المباراة بتبادل جميل للكرة وإيقاع برازيلي بامتياز والتنوع للفرص، قبل أن يختتم أمين عدل الغلة التهديفية للمنتخب المغربي بعدما نجح في إضافة الهدف الثاني من تسديدة قوية في آخر دقائق المباراة لتنتهي المباراة بفوز عريض لأسود الأطلس. وبهذا الانتصار ضمن المنتخب المغربي تأهله بشكل رسمي إلى كأس الأمم الإفريقية بعد احتلاله المركز الأول برصيد 9 نقاط ضمن المجموعة 11 في التصفيات، حيث فاز الأسود على جنوب إفريقيا وليبيريا وانهزموا في أرض البافانا بافانا، ثم فازوا على ليبيريا مجددا ووضعت قرعة نهائية كأس أمم إفريقيا القادمة المنتخب المغربي ضمن المجموعة 6 إلى جانب كل من زامبيا، تنزانيا والكونغو الديمقراطي. وإليكم متابعي الكرام تنقيد لاعبي المنتخب المغربي، حيث تحصل اللاعب المغربي بلال الخنوس على أعلى تنقيد في المباراة بلغ 4.7 نظرا لما قدمه من تمريرات ومراوغات خلال المباراة. وعبر الناخب الوطني وليد الركراكي عن سعادته بفوز المنتخب المغربي بثلاثية نظيفة على ليبيريا في مؤجل الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. وقال السيد وليد الركراكي في تصريحات بعد المباراة: أنا سعيد جدا بهذا الانتصار الكبير على ليبيريا، ومعجب أيضا بالإرادة الكبيرة التي عبر عنها لاعبيه والأداء الجيد الذي قدموه رغم تضييع العديد من الفرص. وأكد الإطار الوطني أن المستوى تحسن بشكل جيد بعد المباراة الودية أمام الكوت ديفوار نهاية الأسبوع المنقضي، مبرزا أن ردة فعل الفريق كانت إيجابية خلال هذه المواجهة. وتابع المتحدد نفسه: أي وليد الركراكي، نهدف مع هذه المجموعة إلى إسعاد الجماهير في كأس إفريقيا القادمة والتشريف الكرة الوطنية في هذه المحفل القاري، سنقاتل حتى آخر دقيقة في الكان ولما لا التتويج باللقب. وزاد: أعرف صعوبة الكرة في إفريقيا بحكم تجاربي السابقة وسأعمل على تحسين المستوى بعد عودة جميع اللاعبين المصابين، سنبذل قصار جهدنا في قادم التجمعات
لتحقيق مبتغى الجماهير المغربية. ووجه وليد الركراك الشكر أيضا للجماهير التي حضرت إلى ملعب أدرار بأكادير قائلا إنها قدمت الدعم اللازم والمساندة طيلة طوال اللقاء، ومؤكدا أنها كانت في الموعد كما العادة، وأن جماهير أدرار بأكادير هي تعد من أحد الجماهير القوية والمساندة الأول للمنتخب المغربي. ياسين بونو يواصل تألقه. عبد اللطيف الكفيف من جماعة أخبار نوح إقليم الحوز التي تضررت جراء الزلزال عشق عبد الله حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي ياسين بونو، فكان حلمه أن يلتقي به، حلم عبر عنه عبد الله في برنامج العاديون لمخرجي عبد الرحمن الرايس الذي يبث على قناة يوتيوب والذي يقارب فيها المعيش الواقعي لسكان المغرب العميق. وتحول حلمه إلى حقيقة في أكادير، وبعد التنسيق مع المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الذي حل قبل أيام بأكادير استعدادا لمباراة اليوم ضد نظيره المنتخب الليبيري، رفق عبد الرحمن الرايس وزملائه الطفل عبد الله إلى أحد فنادق أكادير الذي تقيم فيه بعثة المنتخب فتحقق حلم اللقاء. ووفق بعض مقاطع الفيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، لم يتملك الطفل عبد الله نفسه لحظة لقائه بياسين بونو بطله وعشقه الأبدي، فظل معانقا إياه للحظات طويلة تقدر بعشر دقائق فأكثر، فبدله بونو الشعور نفسه قبل أن يهدي قميصا له وبتوقيعه الخاص. وأشادت تعليقات رافقت المقطع الفيديو والصور التي وثقت للحظة اللقاء بحارس المرمى ياسين بونو، حيث أجمعت على كونه القلب الكبير، كما نوهت أيضا بصانع المحتوى عبد الرحمن الرايس وزملائه الذين كانوا وراء تحقيق حلم الطفل الكفيف عبد الله. وفي هذا الجانب غنهضروا على راتب مدرب المنتخب النسوي للسيدات الذي كثر الحديث عليه في الأيام الماضية، وأنه يفوق بكثير راتب السيد وليد الركراكي. سلطت تقارير إسبانيا الضوء على الراتب الذي خصصته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للإسباني خورخي فيليدا المدرب الجديد للمنتخب الوطني للسيدات. وأشارت صحيفة دي سبور إلى أن المدرب الإسباني الجديد الذي سيقود لبوءة الأطلس يرتبط بعقد مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للسيدات يمتد إلى غاية 2027. وأوضحت أن الراتب السنوي للمدرب الجديد حدد في 200,000 يورو، أي ما يقدر ب 200 مليون مغربية سنويا، وهو ما يفوق ما كان يتقاضاه عندما كان مدربا للمنتخب الإسباني النسوي، حيث كان راتبه لا يتعدى 100,000 يورو، أي 100 مليون. وكان المدرب خورخي فيليدا قد قاد المنتخب النسوي الإسباني للفوز بالنسخة الماضية من نهائيات كأس العالم التي نظمت من أستراليا ونيوزيلندا. وقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأحد الماضي بتقديم المدرب الإسباني فيليدا رودريغيز الذي سيشرف على تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية في المرحلة المقبلة. وحسب بلاغ رسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر موقعها الإلكتروني، فقد تم تقديم المدرب الجديد للمنتخب النسوي في حفل حضره فوزي القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية. وشكر فوزي القجاع رينارد بيتريس مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية السابق والطاقم التقني الذي اشتغل إلى جانبه على العمل الذي قاموا به قبل أن يرحب بالمدرب الجديد فيليدا رودريغيز. وأكد القجاع أن الديناميكية التي تعيشها كرة القدم النسوية المغربية تقتضي مواصلة العمل للحفاظ على المكتسبات ورفع التحديات ليتمثل في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستجري صيف العام المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة التي تمر من بوابة كأس إفريقيا للأمم التي ستجري في المغرب. ما مصير سفيان أمرابط قبل مواجهة منتخب ليبيريا؟ أثير نقاش ساخن بين المهتمين بشؤون الفريق الوطني حول الفراغ المهول الذي خلفه غياب المقاتل سفيان أمرابط عن كتيبة الركراكي بسبب الإصابة. ما ترتب عن هذا الغياب مشاكل تقنية وتكتيكية كان لها انعكاس سلبي على الأداء العام للمنتخب المغربي. ورغم إقدام الركراكي على الزج بمزوار مكان أمرابط بهدف تعويض هذا الفراغ الحاصل، إلا أن العملية لم تؤتي أكلها على الوجه الذي ينتظره كل المتتبعون المغاربة، الأمر الذي أثار مخاوف الجميع. ونحن على مشرف المشاركة في كان الكوت ديفوار الذي لم تعد تفصل عنه سوى أسابيع قليلة بالنظر إلى غياب قطع بديلة قادر على لعب نفس الدور الذي كان يلعبه سفيان أمرابط. لكن اليوم وبعد أن منح الركراكي فرصة للاعب الشاب أسامة العزوزي خلال مقابلة أمس ضد منتخب ليبيريا،
بعث هذا الأخير برسالة مطمئنة إلى الجماهير المغربية، كانت بمثابة جرعة أمل جديدة، أكد من خلالها أنه قادر على تعويض أم رابط في حالة غيابه لأي سبب من الأسباب لا قدر الله. وبشهادة الجميع فقد قدم العزوزي مقابلة كبيرة، حيث كان حاسما في كل تدخلاته، سواء على مستوى افتكاك الكرة واسترجاعها، وأيضا على مستوى التمريرات التي كانت جلها موفقة، وفي النزالات الفردية كما بسم على مردودية بدنية جيدة، وكأن اللاعب قضي سنوات طويلة رفقة المنتخب الوطني الأول. وعموما فقد أجمع جل المتتبعين أن العزوزي سيكون قيمة مضافة بالنسبة للفريق الوطني، يمكن للرقراقي أن يعول عليه خلال قادم الاستحقاقات المقبلة، بما فيها بطولة أمم إفريقيا المرتقبة في الكوت ديفوار مطلع سنة 2024. أنور الغازي في ورطة كبيرة بسبب علم فلسطين. قرر نادي ماينز الألماني الثلاثاء إيقاف لاعبه الهولندي من أصول مغربي أنور الغازي بسبب إعلان دعمه وتضامنه مع فلسطين فيما تتعرض له حاليا من القصف الإسرائيلي العنيف. وأصدر النادي الألماني منشورا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قال فيها: أعفى نادي ماينز أنور الغازي من مهامه التدريبية والمتعلقة بأيام المباراة. وتابع: يأتي القرار نتيجة لما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم حذفه من قبل اللاعب صاحب 28 عاما مساء الأحد الماضي. وبهذا اتخذ أنور الغازي موقفا غير مقبول من الصراع في الشرق الأوسط بطريقة لا يمكن تحملها بالنسبة للنادي. وأضاف: تم اتخاذ القرار بعد مناقشة بين المجلس والإدارة واللاعب. واختتم: يحتم على ماينز وجهات النظر المختلفة حول الصراع المعتقد في الشرق الأوسط الذي يستمر منذ عقود، ومع ذلك فإن النادي ينادي بنفسه عن محتوى المنشور لأنه لا يتطابق مع قيم النادي. وكان منشور أنور الغازي عبارة عن مشاركة للنص باللغة الإنجليزية تم تداوله على شبكة التواصل الاجتماعي منذ القصف الإسرائيلي على غزة بعد هجمة حماس. قال فيه: إنها ليست حربا عندما يقتطع طرف الماء والغذاء والكهرباء عن طرف الآخر. وتابع المنشور: ليست حربا عندما يمتلك أحد الجانبين أسلحة نووية، فهذه ليست حربا. عندما يتم تمويل أحد الجانبين بمليارات الدولارات، فهذه ليست حربا. عندما يستخدم أحد الجانبين صور الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة عن جانب الآخر، فهذه ليست حربا. وأردف: إنها ليست صراعا أو حربا، إنها إبادة جماعية ودمار شامل، ونحن الشهود الأحياء، فلسطين ستتحرر. ووقع أنور الغازي 28 عاما مع ماينز في سبتمبر الماضي بعد موسم قضاء في نادي أيدهوفن الهولندي، وخاض 3 مباريات مع النادي الألماني الذي احتل المركز قبل الأخير في الدوري الألماني. جمال بلماضي: انفعال كبير وغير متوقع. انفعال جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري على نجم ويستهام يونايتد سعيد بن رحمة بشكل غريب عقب استبداله في المواجهة الودية أمام مصر التي انتهت بنتيجة هدف في كل شبكة التي جرت أرضية ملعبها زار بن زايد بدولة الإمارات. واستبدل بلماضي زميل الدول المغربي نايف الأقرد في الدقيقة 63 من عمر اللقاء بعد توقيع الهدف الأول للمنتخب المصري المنقوص عدديا بعد طرد محمد هاني في الشوط الأول. وأظهرت اللقطات التلفزيونية إمساك بلماضي للاعب بن رحمة من قميصه وتوبيخه قبل أن يتركه، ردا على فعل تجاهله ومصافحته بعد التغيير، علما أن اللاعب قدم أداء متواضع وكان غير راض عن التغيير. الجزائر مهددة بالإقصاء نهائيا من كان الكوت ديفوار. أفادت وسائل إعلامية جزائرية أن الرئيس الجديد وليد الصادي يواجه اليوم ضغوطات قوية عقب توصل الاتحادية الجزائرية الخامسة الماضي برسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب من خلالها بالتوضيحات حول شكاية تقدم بها لاعب جزائري ضد الكاف. وأوضحت جريدة الخبر الجزائرية أن الفيفا توصلت بشكاية من لاعب جزائري عن طريق رابطة كرة القدم للهواة الجزائرية، يتهم من خلالها بمنح لاعبين جدد في صفوف نادي أولمبي المدية رخصا للعب، على الرغم من أن الفريق سلف الذكر ممنوع من إبرام التعاقدات الجديدة، وهو ما يتعارض حسب قوانين الفيفا مع أحكام النشرية رقم 1628 التي أرسلتها لكل الاتحاديات المنطوية تحت لوائها منذ سنة 2018. وشددت الجريدة الجزائرية عن أن المراسلة الفيفا وضعت الفاف تحت ضغط شديد في إشارة إلى منحها مهمة قصيرة 3 أيام للرد على هذه الشكاية تنتهي اليوم الثلاثاء. وتابعت موضحة أنه يتعين على الفاف تقديم توضيحات لا تتعارض مع أحكام النشر رقم 1628
بمعنى أن الفاف مطالبة بالتأكيد على مخالفاتها لأحكام النشرية حتى تتفادى عقوبة محتملة تتتل في معاقبة كل من المنتخبات والأندية الجزائرية وحكامها أيضا. كما أشارت الخبر إلى أنه في الوقت الذي كان فيه الإعلام الجزائري منذ عهد الرئيس الأسبق للفاف محمد رواو مرورا بخير الدين زاتشي وعمار الشرف الدين وجهيد عبد الوهاب وزفيف يحذر من عدم احترام أحكام نشرية الفيفا محل الجدل وما قد ينجم عن هذا التسجيل سقف الديون على المنتخبات والأندية الجزائرية وحكامها. وقد ينتج عن هذه المخالفة حرمان المنتخب الجزائري الأول من المشاركة في كأس الكوت ديفوار القادم. كما شددت الصحافة على أن السلطات الجزائرية مطالبة بالسير على نهج وطرق الرئيس الجديد للفاف وليد الصادي في فتح ملف ديون الأندية بغرض إيجاد حلول عملية تضمن إنقاذ النوادي من الآثار ومنع عقوبات محتملة من الفيفا على الاتحادية الجزائرية وتعيد الاعتبار للمنافسة الكروية. وأشار المصدر ذاته لأن الصادي يعتزم مستقبلا تطبيق أحكام نشرية للفيفا بحذافيره على الأندية من خلال خصم النقاط والإنزال إلى القسم الثاني ومنع من الانتداب بطريقة يجعل فيها مسير النادي مرغوم على عدم تجاوز ميزانياتهم بشكل يجعل مشكل الديون المثير للشكوك قائما إلى الأبد مما يبقي تهديد الفيفا أيضا قائما إلى الأبد ونزاهة البطولة متواجدة بدورها على المحك. ملعب دونور شركة إيطالية تتكلف بملعب دونور. شركة إيطالية تجهز دونور بأحدث التقنيات استعدادا لأولى المقابلات الوداد في سبورلينك. أفاد كريم عضو لجنة تتبع مركب محمد الخامس أن التجهيزات والمعدات التي أرسلتها الشركة الإيطالية المنظمة لمسابقة الدوري الإفريقي لكرة القدم قد وصلت إلى مدينة الدار البيضاء في أفق تركيبها بملعب دونور الذي سيحتضن مباراة نادي الوداد الرياضي ضد نادي إنيما النيجيري المرتقب يوم 25 أكتوبر 2023 برسم فعالية السوبر ليغا الإفريقي. وأشار الدات المتحدث في تصريح خاص به الصحافة المغربية إلى أن اللجنة المنظمة ستنكب خلال الأيام المقبلة على تركيب الأجهزة الإلكترونية والملصقات الإعلانية الخاصة بالمسابقة وذلك في جميع مرافق المركب محمد الخامس من قبيل مداخل الملعب والمدرجات وغرف تبديل الملابس وقاعة الندوات الصحفية. في سياق متصل أوضحت المسؤولة البيضاوي أن الشركة الإسبانية ميديا برو ستقوم بتركيب تقنية حكام الفار المساعد الفار مشيرة إلى أنها رفضت استعمال الفار المتواجد أساسا في مركب محمد الخامس والذي يتم اعتماده في كل مباريات البطولة الوطنية. ومن جهة أخرى أوضح المسؤول أن الشركة الإيطالية المنظمة لهذه البطولة الإفريقية قامت بإرسال دفتر تحملات الإنتاج التلفزي إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بعدما منحتها صلاحية إنتاج المباراة الوداد الرياضي وإنيما النيجيري، لكن في المقابل اشترطت عليه توفير 12 كاميرا واعتماد كاميرتين بتقنية سوبر موشن. كريم بنزيما في أسوار السجن. الحكومة الفرنسية توجه اتهاما خطيرا للنجم كريم بنزيما بسبب دعم فلسطين. هاجم وزير الداخلية الفرنسية بشكل لاذق مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي ومهاجم نادي ريال مدريد السابق كريم بنزيما على خلفية تضامنه مع فلسطين في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حيث نشر كريم بنزيما تغريدة شاهدها أكثر من 40 مليون في حسابه عبر انستغرام، واتهم درامينيوم عبر قناة اس اس نيوز نجم ريال مدريد السابق بالارتباط بعلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها فرنسا كجماعة إرهابية، ويواجه عدد من المحترفين ذوي الأصول العربية بالدوريات الأوروبية هجمات شرسة من طرف فئات عريضة من الرأي الإعلامي الغربي خاصة الفرنسي والألماني بسبب دعمهم للفلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية. ومن بين هؤلاء الدول المغربي نصير مزراوي ظهير بايرن ميونخ الألماني وكذا المغربي الأصول أنور الغازي الذي تم توقيفه من قبل ناديه ماينز الألماني بسبب منشور دعم فلسطين. وإلى هنا متابعي الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فما تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة. فرجة ممتعة، إلى اللقاء.